مملكة البحرين تقع في قلب الخليج العربي غربي القارة الآسيوية، وتتميز بتاريخها العريق وحضارتها الغنية لأكثر من 5000 عام. والبحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر يتألف من 33 جزيرة، أكبرها جزيرة البحرين بمساحة تصل إلى 591 كيلومترا مربعا، والتي تشكل ما يقارب 83% من المساحة الكلية للمملكة. وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 758 كيلومترا مربعا، وعدد سكان مملكة البحرين يبلغ نحو 1.5 مليون مواطن ومقيم، وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. عاصمة مملكة البحرين هي المنامة، وتقع في الطرف الشمالي الشرقي من جزيرة البحرين، وتعد المنامة مدينة عصرية ومذهلة، وهي وجهة مفضلة للزوار من المملكة العربية السعودية المجاورة. وكانت المنامة منذ القدم مركزاً مالياً وتجارياً مهماً في الخليج العربي، حيث اعتمدت قديماً في تجارتها على استخراج اللؤلؤ وصيد السمك وبناء القوارب والاستيراد. أما حديثاً وبعد اكتشاف النفط، أحدثت ثورة اقتصادية في المنامة، حيث شيدت العديد من المباني التي طغى عليها الطراز المعماري الحديث. تمتلك البحرين إرثاً ثقافياً عريقاً، إذ نالت المنامة لقب عاصمة السياحة الآسيوية في عام 2015، وعاصمة السياحة العربية في عام 2013،